أتى زول أو إنسان أو بني آدم نادم بشوف الحلقة. في حاجة كنا نشوفه كان نجيبه لك. خلاص كده زين. أي يا أخي. يا هلا بينا. وقفته وقفته يقوم. يقوم شنو ثاني؟ تعال بيا تعال بيا تعال بيا. يقوم من وين؟ يا أخي. أنت شغلنا ما تعرفه؟ بعرفه بعرفه. كان شغال الصباح؟ ايوه وقف فجأة كده مش؟ برا وقف وقف هاي ما يجي الموتور ده ما يجي ما يجي في السكة ده هاي يقوم هاي طبعا هو يمشي معاك معناه مكتوب مكتوب؟ كتبه كتبه شنو يا كتبه الحديد تقول كتبه كتبه شنو يا اخي؟ براها براها انا فاهمك حاسس شنو حاجة برا يكون ماشي ويجيب براو شغل نادم ما نادم ما نادم لكن يمشي برا ويجيب برا ما في كتبه في مرة كتبتك يا اخي دقيقة ما انا فاهمك حاسس شنو خيي 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 قلت لك الموتو ده يكون ماشي كويس وبعدك يجي في يبطل برا وش يبطل برا يبطل برا يبطل برا اي مكتوب كتبه يا اخي شغل انت كم ما تعرفي شغل جاتو كتبه ده ها مهاية مهاية ها انت مجنون ده مكتوب مكتوب كيف لا مكتوب في واحد ماشي لي فكي كتبه الموتو ده مكتوب مهاية من الين بتاعه ده؟ الين بتاعه ده انا بعين له بعين الين بتاع الموتور بعرفه من اين لي؟ الموتور مكتوب كيف؟ ده موتور مكتوب في زول كتبه جاي ببطل مكان كتبه من فجر من الدوري من البيت جاي فوق ببطل كيف؟ يا اخي عين ليه هنا الموتور ده الموتور ده عين فيه مكتوب هاي ليه نظر ومن النظر باين لنا يا اخي زين انت مجنون كيف مجنون ماله؟ والله مجنون يوم عيد موتور كتبه فوق الموتور ولا بس ولا كتبه في زول واحد داري مالك مدره دور شغل بتاع دور انت ابقى انا فاهم انت كيف ما تبقى تكتب يا اخي انا نادي فاهم يا اخي نادي بفهم اي حاجه يا اخي انا قلت لك الموتر ده مكتوب ده ودي له فكي ما ينفع معاه ده معنى الفكي ده موتور ترى موتر يا حديد ذاته بودي له فكي انا عندي عربيه بتاع بودي له فكي عربيه بتاعتي انا يا اخي بسوقها كده بعمل لها كده بتتحرك وديت له نادي زول كتبني ما ده يا حبيبي اكلنا في نادي كتب هنا مكتوب راجي زين يا حبيبك في شيء افهم موتو كان تعدي لا تعدي ما تعدي لا تخليني نمشي ولا تقول لي يا اخي قلت لك عم بفك لك بالنهايه انت مالك؟ لا انت مجنون انت كان في سبب دارك ما بتخرم دارك خدمة انا موتو انت تقول يا اخي بدي لك محايا انا كبر لك فيه محايا شر كده محايا كيف يوم واحد موتو صوره محايا يا اخي ده ما حديد حديد مكتوب يا اخي حديد ما ما بتنفس ثاني يا اخي بدي لك انت انا مجنون والله يا اخي ما مجنون ولا حاجه انا خليني اجرب لك خليني اجرب لك محايا اجرب لك كيف محايا اجرب لك محايا يا اخي انت انت نار ما ادري والله ما نادر عدل كبر انت نار ما ادري يا اخي لا ما اسمعني اسمعك خلاص خلاص Gracias.